بسم الله ما شاء الله، اللهم صل على سيدنا محمد. الفيديو بتاعنا النهارده عباره عن اربع فدادين اللي ربع عليهم منزل دورين ثلاث شقق، شقه تحت وشقتين فوق، حاجه محترمه في منطقه اللحوم في مكان محترم، كل زي ما انت شايف كده زي ما انت شايف كل الناس ساكنه. حضرتك شوف تربه الارض، تربه الارض حضرتك دي جيران حضرتك اللي في الارض، ارض حمراء اهي كلها جيران حضرتك، ميه الشرب ومملوء البحاري. هتقول لي يا عم عبد العاطي الارض بتروي ايه؟ هنقول لك الارض بتروي ميه بحاري غمر اهي، هذا حضرتك الغمره اهي، الميه نازله في الارض لوحدها اهي بحاري غمر. فالاربع فدادين لربع في منطقه اللحوم في قريه من قرى اللحوم، زي ما انت شايف حضرتك بنزل دورين على راس الارض، الدور الفوقاني شقتين حضرتك والدور الارضي شقه واحده اهو. بسم الله ما شاء الله تبارك الله، بيتك على راس ارضك اهو. بسم الله ما شاء الله تبارك الله، حاجه الله اكبر، بص حاجه بص مستقله، الجيران حضرتك فرح منك زي ما انت شايفه. المنزل حضرتك اهو، ده الطريق العمومي، انت على الطريق العمومي على طول اهو حضرتك. بسم الله ما شاء الله تبارك الله، الارض اهي أرض حضرتك من زرع فاصوليا زي ما أنت شايف، أرض كلها حضرتك من زرع فاصوليا زي ما أنت شايف تبارك الله، الله يبارك، بسم الله ما شاء الله، اللهم صل على سيدنا. شوف حضرتك الراجل فارق الفاصوليا من بعضها عشان يعرف يخش الأرض ورواه، بص تبارك الله، بسم الله ما شاء الله، اللهم صل على سيدنا محمد، حاجة تفرح. شايف حضرتك فاصوليا تبارك الله، والمنزل على رأس الأرض أهو. بسم الله ما شاء الله تبارك الله، اللهم صل على سيدنا محمد. تعرفين ان احنا بنحب نعمل بنصور نعمل فيديوهات عشان نسعد الناس المحترمه اللي بتابعونا، زي ما انت شايف حضرتك اهي، شايف شايف الجرون حضرتك، شايف حاجه تفرح. بسم الله ما شاء الله تبارك الله، اربع فدادين اللي ربع حته ارض ترطه، ارض حمراء حضرتك، نوعيه التربه حمراء ترطه اهي، اربع فدادين اللي ربع عليهم البيت دي مملكه، انت عايش في مملكه لوحدك على راس ارضك، بينك وبين القريه ما يكملش كيلو، مدرستك وفرنك وكملياتك وكل حاجه وصيدليتك ودكتورك كله في القريه، بينك وبين القريه حضرتك ما يكملش كيلو، ارضك هيت حضرتك والبيت اهو. بسم الله ما شاء الله، حاجه تفرح، بسم الله ما شاء الله تبارك الله. احنا حضرتك بنصور من ارض الواقع، ما بنقولش الا حقيقه الامر، مكانتك على راس ارضك دي المكنه حضرتك اهي اهي، مكانتك حضرتك على راس ارضك تبارك الله. بسم الله ما شاء الله اه، زي ما انت شايف حضرتك كده، بسم الله ما شاء الله اهي، من ارض الواقع حضرتك، احنا ما بنصورش من ارض الواقع، البيت اهو على راس الارض، وده الارض في وشك كلها اهي. بسم الله ما شاء الله، اللهم صل على سيدنا محمد تبارك الله. شكرا للمصريين المحترمين المتابعين عبد العاطي مشعل، شكرا.